فكرة مشروع أو اللي بدهم يبلشوا. رح نحكي اليوم بداية عن المعلمة أسماء مصطفى من قطاع غزة، حصدت لقب المعلم العالمي لعام 2020. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا بك وجميع المستمعين، يسعد صباحكم جميعا. أهلا وسهلا بحضرتك، بداية ألف مبروك اللقب. الله يبارك فيكي. الله يسعدك، أهلا وسهلا بحضرتك. نحكي اليوم أستاذة أسماء عن حصولك على هذا اللقب، كان بناء على شو؟ شو قدمت أستاذة أسماء لقطاع التعليم لحتى حصدت ونالت هذا اللقب؟ أسماء مصطفى معلمة منذ عام 2008 في قطاع التعليم النظامي التابع لوزارة التربية والتعليم، مدرسة حليمة السعدية، مديرية شمال غزة. قدمت كتاب 45 لعبة قبل سنتين تقريبا. كان نتاج خبرة متراكمة، الخبرة هذه بدأت بالتدريج، ألعاب تربوية عددها 3 بدأت تتطور معايا من خلال رحلتي في البحث العلمي والابتكار والتطوير على هذه الألعاب بما يتناسب مع حاجة المتعلمين. كان أثر الألعاب واضح على أداء الطلبة، تفاعلهم، إنجازهم داخل الغرفة الصفية وخارجها، أيضا مشاركتهم في مشاريع التعليم الإلكتروني. أيضا أطلقت مشروع الشراكة العالمية في التعليم نهاية ديسمبر 2019. مشروع الشراكة بيهتم بتطوير قدرات المتعلمين باللغة الإنجليزية، خصوصا أن أنا بدرس لغة واللغة بتحتاج إلى ممارسة. مزبوط. فكانت عملية توظيف أداة التكنولوجيا بما ينفع الطلبة من خلال ربط المتعلمين بطلاب آخرين في 35 دولة بواقع 52 لقاء تعليمي. كان الأمر راح يمتد أكثر ويكبر المشروع أكثر لولا أزمة COVID-19 بانديميك في مطلع شهر مارس. نتج عن هذا المشروع لغة قوية لدى المتعلمين. أنا بعلم مرحلة من السابع للعاشر الأساسي، هم يعني بحاول أسس في اللغة قد ما بقدر. يعني مهم جدا مثل ما تفضلتي أنه يكون كمان دائما اللغة بدها متابعة، يعني ممكن يكون في ناس بالضبط عندهم سهولة بتعلم اللغة لكن أيضا سرعان في نسيانها، فكداش أنه صحيح. كداش أنه عملتي على هذا الجانب؟ بالضبط، أكيد أكيد. هي يعني ممكن الطالب يكون حتى مش بس بيفتقر إلى الممارسة، الطالب ممكن يكون متميز في المادة كمادة دراسية، تمام، فبيجيبوا علامات عالية، تحصيل عالي بدون ممارسة اللغة. تعالي اسألي سؤال، تحدثي معاه الانجليش، بيكون يعني بيقع في يعني ما عنده قدرة على الحديث والحوار في هاي اللغة. فأنا اللي عملته من خلال مشروع الشراكة العالمية في التعليم هو سفر افتراضي، وكأنه الطالبة يعني احنا في حصار اساسا في قطاع غزة، احنا محاصرين وما بتصحش للطالب انه يطلع، حتى في عندي طالبات من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت. فانا اخذت بيدهم طلعتهم افتراضيا عبر تقنية زوم وسكايب، 35 دولة تحدثوا إلها. ما عنديش فكرة كيف الفرق في شخصية الطالبة ونفسيتها وأدائها وإقبالها على التعلم الذاتي وحب المادة. تمام. يعني أنا بيعنيني كتير حب المادة بالأساس. صح. علشان بعد كده تبدأ تتضح معالم يعني إقبالها على الكتاب. إذا بدنا نقول الكتاب هو مرجع، اللغة تحتاج لممارسة من خلال ألعاب، قصص قصيرة، وضبط الأنشطة التعليمية. والاستفادة كمان أستاذة أسماء يعني من كل الوسائل المطروحة اليوم في مجال التعليم، يعني حضرتك ذكرتي وسيلة جديدة استفدت من التكنولوجيا ووظفتيها في مكانها الصحيح لوصولنا دائما لأشياء مميزة، إنه العالم مفتوح أمامنا، لكن إحنا كيف نوظف قدراتنا لحتى نفيد نفسنا ونفيد الآخرين؟ هون بصف الاختلاف ممكن من شخص لآخر. صحيح، هذه مسؤولية المعلمين. المعلم طبعا مواد مختلفة دراسية مختلفة، كل معلم بيأخذ من التكنولوجيا على قدر حاجته وحاجة تلاميذه. أنا ما بقول إنه التكنولوجيا وصلتني للعالمية، التكنولوجيا كانت أداة مساعدة بالأساس. أنا معنية بعقول الطلبة، بناء الإنسان أمامي. برضو أنا معنية جدا إني يعني إماطة الباطل بالسكوت عنه، معنية إني أنا أبرز الإيجابيات بتاعت التكنو أمام الطلبة، وكده بيصير إخماد لسلبيات التكنولوجيا. أنا بأسس وببني الجيل بطرق مش ضرورية، يعني أوقف قدام الطالب أقول لهم
معلش التكنولوجيا لها سلبيات، سلبياتها 1 2 3 انتبهوا، لا انا ممكن اكون عمليه اكتر واوظف ايجابيات التكنولوجيا. تمام. افتح افاق البحث العلمي امام الطالب، اخذه لرحلات تعليم عالميه، الطالبات كانوا كثير كثير بيكونوا سعداء جدا. صحيح. كمان استاذه اسماء يعني مع... صحيح. السعاده مش بس للطالبات، مهم جدا كمان الشخص لما بيقدم اشياء مميزه كمان يحصل على تقدير. لما حصلتي على هذا اللقب، شو اعنى لك هذا الموضوع وشو اهميه بانه الشخص فعلا لما بيقدم شيء يلاقي أذان صاغية لإله ويلاقي أيضا التقدير اللي ممكن أنه يدعمه أكثر وأكثر؟ بالضبط 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 كما تفضل.